بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. المناسبات التي تمر علينا هي أيام لتجديد البيعة لإمامنا ولي أمرنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يوم عيد الفطر هو تجديد للبيعة له، هو يوم لإعلان الارتباط والصلة به. إذن نحن نحتاج هذا اليوم أحبتي أن نظهر هذه البيعة ونظهر هذه الصلة بإمامنا وولي أمرنا وقائد مسيرتنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيرد هنا تساؤل، كيف نظهر هذه الصلة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ هناك طرق كثيرة أحبتي، إما بأن نتصدق عنه في هذا اليوم، وإما بأن نصلي ركعتين له، وإما بأن نزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه نيابة عنه. المهم في هذا اليوم أن يصدر من كل واحد منا عمل يربطه بقائده بإمامه المهدي المنتظر، ليكون ذلك إبرازاً للصلة وإبرازاً للارتباط بإمامنا وولي أمرنا، علنا نحظى بعنايته الربانية. نسأل الله تعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المرضيين عنده ومن أنصاره وأعوانه.